نروح دلوقتي للأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، ويمكن أهمها إن وزارة الداخلية هتبدأ استلام كراسات الراغبين في الالتحاق بالمعهد الصحي الشرطي، وسينما الهناجر هتعرض مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، وده ضمن الدورة الـ 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية. أما عشاق الساحرة المستديرة ففي النهاردة ثلاث مباريات مهمة في الدوري المصري، هنتابع التفاصيل من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الداخلية هتبدأ استلام الكراسات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي، والحد 11 سبتمبر اللي جاي، وبيتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم وأيضاً الشهادة الثانوية الأزهرية علمي، بشرط أن نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية لا تقل عن 65%، ومدة الدراسة في المعاهد سنتين، وبيحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، ويعين الخريج بدرجة معاون أمن ثالث، وبيترقى بعدها في الدرجات المختلفة. النهاردة سينما الهناجر هتشهد عرض مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية الساعة 6 بالليل، وده ضمن برنامج عروض الأفلام اللي بتشارك في الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية، واللي بينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، هيلتقي غزل المحلة مع بيراميدز الساعة 6:30، والزمالك مع مصر المقاصة الساعة 9 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي البنك الأهلي مع فاركو.